فيديو النهاردة مختلف عن كل مرة هنعمل الصابون الصلب ده لغسيل الملابس او غسيل الاطباق زي ما انت حابة تستخدميه بجد حاجة كده هنضيف له مكونات تانية خالص وكمان هقولك ايه اللي يخليه مع بالشكل ده ويبقى جميل جدا بجد حاجة كده حلويات تابع معايا الفيديو للاخر هكون عندي بقى قشر برتقان وكمان قشر الليمون بتجمعيه كده لما تيجي تعملي الصابون بتحطيه مع الصابون بيديله ريحه جميله جدا وبالذات وهو بيكون كده طازه انا يعني كان ممكن ان اسلق الليمون وكمان قشر البرتقان علشان يبقى ناعم معايا قوي ويتضرب معايا في الخلاط ولو لو سلقتيه يبقى بتضيع الزيوت اللي فيه والريحه الحلوه اللي بتكون معايا في قشر الليمون وفي البرتقان اللي معايا ده قشره ليمون بس الليمونه حجمها كبير قوي هنا اقطعه كده علشان اساعد الخلاط كده ان ينعمله كويس وكمان هحط 3 معالق كبار من السكر علشان نكتر رغبه الصابونه ومعلقه صغيره كربوناتو وكمان نص معلقه صغيره من ملح الطعام وهنا ما نكترش ملح الطعام علشان بيقلل الرغوه بتاعه الصابون الملح هنا بيساعد ان الصابونه تتصلب معاه بسرعه يعني ممكن هنا ما تضيفيش دقيق مع الصابون احنا بنبقى كل مره بنضيف دقيق مع الصابون انا مش هضيف النهارده هستبدله بالملح وهنا هحط كوبايتين ميه الكوبايتين دول اللي هحطهم في المقدار كله بتاع الصابون يعني كوبايتين مش هزود اكتر من كده انا حطيت الملح والسكر معايا في الخلاط علشان يدوب قوي يعني بعد كده ممكن لو ضفته في الصابون ما يدوبش بسهوله وبعد ما فرمته كويس اول لحد ما ناعم خالص يعني الحد مثلا لو خلطك كويس هينعمه كويس لكن لو خلطك زي ده هيطلع شويه كده من التفل كتار فمش مشكله احنا هنضغط عليه كويس جدا بالمعلق كده لحد ما ينزل من المصفى كله ونستفاد بعصير الليمون والقشر البرتقالي اللي معاه وبعدين بقى هنزل عليهم بكوبايه من البطاس او الصودا الكاويه وهنا هنكون بعد تماما عن, عن البخار اللى هيطلع دلوقتى حالا هتشوفوا بقى الابخرة طلعت كتيرة جدا وطبعا شايفين انا ايدي بعيد يعني ما يلاقي ايدي كده لبره مش فوق للطبق علشان البخار اللي بيطلع بيحرق في الايد زي الشطه تحس كده ان ايديك زي اللي عليها شطه فكده بتكون احسن شايفين اما البخار بيجي في الجنب اللي انا فيه ببعد بعيد خالص هنا انا لابسه كمامه وكمان فاتحه شباك المطبخ ولو عندك شفاط افتحيه يعني مكان يكون التهويه فيه جيده جدا علشان انت هتتنفسي ده هيتعب صدرك وممكن لو عندك حساسيه تتعبي جدا منه وكمان ما يبقاش جنبك اطفال هقلبه كده لحد ما يدوب إيه وبعدين ابدا اجيب طبق كده في مياه بارده واحط فيه البطاس اللي عملناه ده علشان يبرد معايا بسهوله انا النهارده هشتغل عليه وهو بارد مش وهو سخن إيه علشان نخلي ريحه الصابونه كده تطلع معانا حلوه ما تبقاش مكمكمه لو عملتها سخن بتكون مكمكمه شويه لكن هنا هتبلج بقى ريحه القشور اللي انت حطاها الجميله دي هتبان وهتبقى احلى بكتير ودول معايا 8 كوبايات من الزيت المستعمل إيه هنقص منهم بقى كوبايه واخليهم سبعه بس والكوبايه الثامنه انا هحطها بقى يا إيه اما تحطها سمنه او لو عندك دهن بتحطيه بتسيحيه كده على النار وبتحطي كوبايه منه طبعا لو عندك برضو زيت نخيل بتحطيه يعني الكوبايه ده تستبدليها بحاجه من الثلاثه زيت نخيل او سمنه او دهن وهنا بنحط الدهن او الحاجات دي ليه بقى علشان بتخلي معانا ملمس الصابونه كده ناعم وعامل زي زي الشمع بيبقى حلو قوي ولو ما عندكش بقى دهن ولا سمنه ولا حاجات من دي خالص هتستخدمي الثمان كوبايات من الزيت المستعمل الزيت مش مستعمل هتخليهم سبعه بس واحط نص كوبايه من المسحوق بتفرق معايا جدا في النظافه انا هنا هستخدم الصابونه دي في في يعني في غسيل الاطباق وكمان في غسيل الملابس ولو عندك جليسرين بتضيف معلقه او اتنين حسب ما انت حابه وبعدين أقلبهم كده كويس مع بعض لحد ما يبدا كده المكونات بتاعته تختلط مع بعض ولون الزيت يفتح معايا كده البطاس برد معايا خلاص انا هشيل الميه وبعدين نبدا ان احنا نشتغل بيه هنزل بقى بكميه الزيت اللي معايا وبعدين بقى هنبدا نقلب كده في الصابون يعني كل ما تقلبي كل ما يفتح معاكي انا هنا سبته شوية على ما جهز الكرتونة اللي احط فيها الصابون كان لقيته ما شاء الله يعني مجرد دقيقتين او ثلاثة بس لقيته بالشكل ده من غير تقليب ولا اي حاجة ما كملت التقليب شايفين هنا بوريكم الكرتونة وممكن كمان تستخدمي علب العصير اللي زي دي وكمان العلب بتاعت اللبن بنقص بقى الجزء اللي فوق ده وبعدين بنصب فيها الصابون وبعد ما الصابون يبدا ينشف بتقصي العلبه بالمقص كده وتفتحيها بايديكي بتبقى حلوه قوي والصابون بيطلع معاكي قالب واحد كده وبتقطعيه زي ما انت عايزه انا هنا هستخدم الهاند بلندر انت ممكن تستخدمي الخلاط لو عندك شفشق خلاط مثلا مستغنية عنه او مثلا عندك واحد قديم كده وركناه بدأ ينقط شوية سيبيه للصابون بيبقى حلو او بيخلص صابون معاك بيخلي الصابون معك كده يلمع وبيخلي الملمس بتاعه ناعم بيخلي الصابون بجد حاجة تانية خالص شايفين ما شاء الله القوام بتاع الصابون معي بقى ناعم جدا شايفين كان تقل في الاول ومرمل كده مع الضرب بيبقى ناعم جدا يعني بيديله لمعة حلوة قوي هتستخدم بقى هاند بلندر او الخلاط اللي موجود عندك لو لاحظتوا هنا شايفين لون الصابون بيلمع جدا وشكله حلو قوي وبعدين بقى ابدا اجهز الكرتونه انا هنا حاطه كرتونه وبعدين بحط فيها كيس كده لو مثلا ده كيس عيش وانا فاتحاه اي كيس عندك يكون يعني تقيل شويه او سميك شويه هتحط فيه الصابون يعني بيخلي الصابون كده لو انت حاطاه في الكرتونه بيلزق في الكرتونه لكن هو المشمع او الكيس اللي هتحطيه بيخلي ملمس الصابونه ناعمه وكمان الكرتونه بتلزقش معاكي في الصابون وطبعا العلب اللي هي بتاع العصير دي بتبقى جميله جدا برده بتخلي شكل الصابونه بتبقى قالب واحد كده وتقطعيه زي ما انت عايزه بتبقى جميله وبتخلي شكل الصابونه حلو معاكي ابدا بقى افض كل الكميه كده هشيل الكرتونه كده واخبطها على الرخامه علشان يعني الصابون كده ينزل تحت في في الكيس اللي انا حطاه ويبقى شكل الصابونه معايا مظبوط من تحت ما يبقاش فيه فراغات وكمان عشان برده نخرج لو فيه فقاعات كده ما كان ما ضربت بالهاند بلندر يطلع من الصابون لو عندك شويه كحول بترش عليه بيحوش الفقاعات اللي بتكون على وش الصابونه وبعدين بقى اسيبه لحد ما يبدا يتماسك معايا خالص لحد ما اجي اقطعه كده واوريكم الشكل النهائي وبعد اربع ساعات كان بدا يتماسك معايا فانا عايزه اقطعه هو لسه طري علشان ما بقاش تقيل كده وجامد مع السكينه يعني اجي اقطعه كده بيكون تقيل قوي على ايديا ممكن لو بيتل تاني يوم بقى بتلاقيه نشف خالص وبيكون تقيل في السكينه فانا دلوقتي بعد اربع ساعات هقطعه شايفين ما شاء الله شكل الصابون حاجه كده بجد يعني تقول حلويات من الصابون بسم الله ما شاء الله حاجه كده حلوه قوي هقطع كده الحجم اللي انا عايزاه زي ما انت عايزه وحسب ما انت حابه شايفين الصابونه ما شاء الله حاجه كده جميله جدا وبعدين هسيب الصابون لحد ما ينشف خالص وطبعا مش هستخدمه غير بعد 40 يوم 40 او 45 يوم حسب ما انت حابه برده بس المهم ان انت ما تستخدموش بدري كل ما تاخريه كل ما يكون استخدامه احلى وكمان ما يبقاش حامي او على قدك ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وكمان لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس واضغطوا على كلمه الكل علشان يوصل كل جديد